إلى أين الوجهة؟ سؤال تعيد طرحه العوائل الكربلائية عند كل عيد حين يعتزمون الخروج، بيد أنهم سرعان ما يصطدمون بواقع مرير، فانعدام المتنزهات والأماكن الترفيهية ينغص عليهم فرحة العيد. هي المشكلة ذاتها تتكرر كل عيد حتى يتحير الأهالي أي مقصد يقصدون، فلا متنزهات ولا أماكن ترفيهية هنا بعد تحويل أغلب المناطق الخضراء إلى مشاريع استثمارية بدوافع اقتصادية تعود بمنافعها لمتنفذين في المحافظة. هاي الاستثمارات لحد هاي اللحظة ما شفنا أكو استثمار بالمساحات الخضراء، جيب وبني، احنا المهم نقعد والمهم نستثمر مولات والمهم ناكل والمهم نشرب والمهم نستثمر بيوت، مكان ما تطي وتسوي لي مجمعات سكنية، شو يصير عليكم إذا صار كفت متنزه لها الكربلة شو يصير؟ ورغم المطالبات المتكررة بضرورة توفير المزيد من الأماكن الترفيهية إلا أن هذه المطالب لم تجد آذانا صاغية من قبل السلطات الحكومية، الأمر الذي دفع بالكثير من العوائل للبحث عن البدائل الترفيهية لأنفسهم خارج المحافظة. لما نجي العيد ما نعرف وين نروح، لا أكو متنزهات خاصة بالشباب، لا أكو يعني حدائق عامة نقدر نقعد بيها، نضطر أنه نروح نسافر. بالإضافة أنه يعني مدن ألعاب ماكو، يعني اللي عنده فلوس يسافر، اللي ما عنده يعني ما عنده عيد يضطر أنه يقعد بالبيت ويسكت. وكشفت أيام عيد الأضحى المبارك عن الحاجة الكبيرة لإنشاء أماكن ترفيهية في معظم مناطق كربلاء لرفع الحرمان الذي تعيشه العوائل هنا في موسم الأعياد والمناسبات. علي خالد، وان نيوز، كربلاء.